وذكر حجاج بغداد خبر وفاة السلطان المغولي بوسعيد بن خربندة، وهو آخر سلاطين الدولة الأليخانية في العراق. كان ملكاً جليلاً مهاباً كريماً عاقلاً، أبطل في سلطنته عدة مكوس وأراق الخمور في بلاده ومنع الناس من شربها، عرف عنه إجادته للخط المنسوب، كما كان بارعاً في ضرب العود والموسيقى، وصنف في ذلك قطعاً جيدة في أنغام غريبة من مذاهب النغم. وبوفاته بدأت نهاية عصر دولة إلخانية هولاكو المغولية.